الرجال في السجن والنساء إذا بقي النساء في البيت يأتي الصينيين ويسكن في هذا البيت ويعمل ما يشاء. هناك بنت عمرها 14 سنة حكمت عليها 14 سنة سجن سبب أن في هاتفها صورة لبنت تدعو. بس هذا هو جرمها. أي موظف حكومي إذا لم يشرب خمر مثلا أو لم يأكل مع الصينيين كان هذا الموظف متهم يتهم يعني على أن عنده دين أو يتدين يعني. الناس أصبحوا لا يدخلون إلى المساجد لأن الدخول إلى المساجد يعني من علامة التطرف ويكلفك الاعتقال ويكلف الاعتقال. أخذت من قريتنا كل نساء اللائي لديهن قابل الإنجاب إلى العيادة وأجرت عليهن عملية تعقيم. كان لا يسمح لنا بالكلام أول شيء يعني ممنوع أن نتكلم. نحن يسمونا سجناء سياسيين. نحن في هذا الوقت ما كنا نعرف ما هو سياسة يعني. وتعذيب نفسي وحرموني من النوم 10 أيام وكل يوم يضربوني بالعصا غليظة يعترف أنك إرهابي يعترف أنك وحاليا يعني والنقد الذاتي يقول يأتينا بالورق والقلم يقول لازم تعترف أنك ارتكبت جرما ما. النقد الذاتي يقول أنا كنت أصلي وكان هذا خطأ كنت أؤمن بالله كان هذا خرافة. أولا النقد الذاتي. ثانيا يجبرنا أن نحفظ أشعار تمدح حزب الشيوعي مثلا يعني كأن حزب الشيوعي يرزقنا يعني كأنه إله يعني يجبرنا على هذا. والمحلات بالنسبة للمحلات يطلب من كل صاحب محل أن يوضع الخمر والسجائر على واجهة المحلات في مكان يرى للجميع وإن لم يضع أي صاحب محل مثل هذه الأشياء في واجهة المحلات يغلق المحل الخاص به. تقول رأيت كثير من المسجونات تموت أمام أعيننا ولا نستطيع أن نساعدهن لأن الغرفة مراقبة بأربع كاميرات. تقول عندما تسقط واحدة تغمى عليها أو هي تئن من المرض أو تموت عندما نريد أن نساعدها الشرطي يتحدث عن طريق مكبرات الصوت تقول لا تقتربوا من يقترب نعاقبه يعني. تقول هي أنا رأيت أمام أعيني تموت كثير من النساء من الجوع من المرض. إذا أي واحدة يعني أصابها المرض لا يعالج حتى يقول خلوا الصين تبيع للدول العربية بضائع في التجارة وفي كل شيء. الصين هي المستفيد أما الدول العربية دول مستهلكة. حتى بسبب البضائع الصينية كثير من المنتجات المحلية في الدول العربية ماتت. المصانع ماتت لم تستطع أن تنافس مع البضائع الصينية. ورغم ذلك الصين هي المستفيد الوحيد في العلاقة بينهما ولكن الدول العربية مع الأسف الشديد طبعا دائما في الأمم المتحدة وغيرها مع الموقف الصيني مع الأسف الشديد يعني. لذلك نطلب من كل أحرار العالم كل الناس لديه ذرة من الإنسانية أن يقف معنا. كيف يستطيع أن يقف معكم؟ مثلا يعني بقدر ما يستطيع أقل شيء يقاطع بضاعة الصينية لا يشتري بضاعة الصينية لأن الصيني يبيع أسوأ ما لديه لدول العربية أسوأ ما لديه يصدر لدول العربية والصين معها مسالح كبيرة مع دول العربية. لذلك يعني كل واحد مثلا يساعدنا في الإعلام لأن الصين مخادع جدا جدا يعني نحن يعني مظلومين يعني بكل معنى الكلمة. نحن لا نبالغ هذا ليس أمر سياسي
نحن أحيانا يقول هذا بينكم وبين الصين أمر سياسي، لا هذا ليس أمر سياسي، هذا أمر يعني إنساني. نحن حقا مظلومون بكل معنى الكلمة.